أحياناً في القضايا الواقعية يكون إخفاء أمر مثل هالأمر فيه مصلحة للعباد، سبحان الله، وهي معمول بها عند الله. أحياناً الله يخفي تواريخ لمصلحة ما، مثل ليلة القدر، مو ليلة القدر الله سبحانه وتعالى أخفاها، هي ليلة لكن إحنا نبحث عنها في العشر الأواخر من شهر رمضان. ليش؟ يعني عندما تأتي إلى بعض الروايات الشريفة التي تعلل هذا الشيء تقول لكي تقود العبد إلى أكثر خيرية، إلى أكثر من إحياء من ليلة، حتى يتوجه إلى الله أكثر وقت في هذه الأيام المباركة، يعني حتى ما يضيع عليه فرصة الالتصاق بالله. فالله سبحانه وتعالى يخفي ليلة القدر في ليلة من الليالي لمصلحة العباد. وكذلك هناك ساعة بعد الزوال من يوم الجمعة، هاي ساعة مستجاب بها الدعاء، يستجاب فيها الدعاء، ساعة بعد صلاة الظهر من يوم الجمعة إلى الغروب، هذه الساعة يستجاب بها الدعاء. الدعاء يخترق الحجب، إسا ما بينها الأئمة، أخفوها من بعد صلاة الظهر إلى المغرب، هي ساعة يمكن للإمام أن يقول هي الساعة الرابعة أو الساعة الخامسة، لا، لكن أخفوها. ليش؟ لمصلحة، إخفاؤها يكون فيه مصلحة للعباد، حتى يشد العبد أكثر لطاعة الله في فترة أطول، وإلا لو عرفناها بالساعة والدقيقة كذلك. كذلك عندنا مثلا ظهور صاحب العصر والزمان، هاي مسألة بعد واضحة عجل الله تعالى فرجه الشريف، الوقت وقت ظهور صاحب العصر والزمان، يستطيع الأئمة عليهم السلام كانوا أن يوقتوا لنا، يخرج الإمام في سنة كذا وكذا في يوم كذا في ساعة كذا، سهلة على الأئمة وهم عندهم هذا العلم، لأن هذا العلم يعلمه الله ومن أطلعه الله على ذلك. ليش أخفوا عنا قضية الإمام؟ أخفوا عنا قضية الإمام حتى تبقى الأجيال من ذلك الزمن إلى وقت الظهور مرتبطة، قلبها يرتبط بالإمام، يمكن الظهور بكرة، يمكن بعد بكرة، يمكن بعد سنتين، يمكن بعد 20 سنة. ولذا وقع الذين بحثوا عن تحديد الظهور ووقت الظهور، وقعوا هؤلاء الذين دائما يحاولون ملاحقة الروايات ومتابعة العلامات وما أدري، من أجل أن يوقتوا. منهم صعدوا المنبر وأقسموا على الله أيمان أنه يخرج في السنة الفلانية وفي هذا العام وبعد عامين وإشارات، وهذا كله ما مطلوب أصلا، يعني أنت تكلف نفسك بشيء لم يكلفك به الأئمة، بل على العكس الأئمة كلفوك بالإخفاء حتى لو عرفت، لكي تبقى الأجيال مرتبطة. فشوف أحيانا المصلحة مو بالتحديد، يعني لو الإمام مثلا الآن، لو عندنا حديث، افترض لو عندنا حديث يقول والله أنه يخرج في سنة 2400، إحنا الكام 2017، يقول 2400، إحنا الآن أبناء 2017، ماذا يربطنا بالإمام؟ لا يربطنا شيء، خلاص مو إحنا من جماعة ظهور سنة الظهور، ولا من راح نكون من معه، إلا ببعض الروايات التي تقول يخرج المؤمنون من قبورهم شاهرين سيوفهم إلى آخر الكلام، لكن ماذا يربطنا كمجتمع؟ لا يربطنا شيء. بينما لاحظوا الآن إحنا كلنا نرتبط بالإمام، لأن ما ندري في أي ساعة يمن الله علينا بخروجه صلوات الله وسلامه عليه، وتشفى به صدورنا وتكحل به نواظرنا. فلذا الله أحيانا يخفي بعض الأوقات لمصلحة. كذلك يوم القيامة الساعة الله أخفاها، ليش؟ أيضا هناك مصلحة لتبقى العباد مرتبطة ومترقبة. استشهاد فاطمة الزهراء هو سر من أسرار الله، يعني تاريخ الشهادة سر من أسرار الله. الله سبحانه وتعالى لعله أراد بإخفائه أن تمتد مناسبة إحياء هذا الحدث الهام في تاريخ الأمة الإسلامية، لأن بعض الناس ما تتصور أنه فعلا يعني شهادة الزهراء حدث مهم في تاريخ الأمة. وحقك الأولوية بالأهمية لحدث الزهراء أكثر من حدث الكربلاء والحسين، يعني بالمرتبة الثانية تأتي كربلاء، وإلا الحدث الأهم في الأمة هذا، لأن هذا الأساس، هذا الأساس. مشاعر يقول يا من يسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة، لا تكشفن مغطأ فلربما كشفت جيفة، إن الجواب لحاضر لكنني أخفيه خيفة،
لولا اعتداء رعية ألقى سياستها الخليفة وسيوف أعداء بها هاماتنا أبدا نقيفة لنشرت من أسرار آل محمد جملا لطيفة وأريتكم أن الحسين أصيب من يوم السقيفة ولأي حال لحدت بالليل فاطمة الشريفة أوه لبنت محمد ماتت بغصتها أسيفة. لاحظ لاحظ يا أحبة لاحظوا أن هناك أسرار لله. إخفاء تاريخ فاطمة الزهراء لعله سر من أسرار الله حتى تمتد إحياء هذا الحدث العظيم والاهتمام بهذا الحدث العظيم بالعالم.